اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن اتكلمنا في المقدمه اللي ما كانش متابعنا النادي الاهلي، لا البطولات ما بتنقطعش عنه الحقيقه، كل اسبوع بنبقى في حيره من امرنا، يعني سواء انا او فريق الاعداد طبعا اللي انا فرد منه، ان احنا يعني بنبقى مش عارفين من كتر ما شاء الله البطولات، والبطولات المحليه والعالميه كمان، سواء من ولادنا المشاركين مع المنتخبات او المحليه داخل مصر، بيبقى عندنا حيره ما شاء الله من كتر البطولات. الاسبوع ده يمكن كان فيه حدث مهم جدا، هو ناشئات الكره الطائره تحت 18 سنه فازوا ببطوله القاهره، تبقى في منافسه شديده جدا. في الحقيقه كان لازم نجيبهم ونستضيفهم ونتكلم معاهم ونشوف امالهم وطموحاتهم، خاصه ان في مجموعه كبيره جدا منهم مصعدات الى الفريق الاول. في البدايه برحب بالمديره الفنيه الكفء والقديره طبعا كابتن نجلاء فوزي، وبالمناسبه هي كانت احد لاعبات الجيل الذهبي. اهلا بيك يا كابتن نجلاء. اهلا بيك كابتن هيثم، ربنا منورنا في قناه الاهلي. ده نورك، ربنا يخليك. ده بيتك بقى يعني، مش اكيد يعني مش حد يعني بيبقى سعيد بوجودكم قد يعني الحقيقه. ربنا يبارك فيك يا كابتن هيثم. طب اعزائي المشاهدين، خلينا نشوف التقرير ده عملناه عن فوز الفريق بالبطوله وارجع لحضراتكم تاني. توج فريق شابات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي تحت 18 سنة بقيادة نجلاء فوزي المدير الفني للفريق بلقب بطولة منطقة القاهرة، بعدما اكتسح جميع منافسيه سواء في الدور الأول التمهيدي أو الدور النهائي. واستطاعت شابات القلعة الحمراء الهيمنة على البطولة واكتساح جميع المنافسين بنتيجة واحدة وهي 3-0 ودون خسارة شوط وحيد على مدار مباريات البطولة القوية. واستهل المارد الأحمر مشواره في البطولة بالفوز على المقاولون العرب بثلاثية نظيفة، وتبعه بالفوز على صيد القطامية بنتيجة 3-0 قبل أن يفوز الفريق على هليوليدو بنفس النتيجة، ثم اكتسح الشياطين الحمر فريق النصر بثلاثة أشواط للا شيء. ثم انتقل الفريق لخوض منافسات الدور قبل النهائي، واستطاع الفوز مجددا على المقاولون العرب بنفس النتيجة، ثم الفوز على فريقي هليوبوليس والنصر بثلاثية نظيفة أيضا. وبعدها تأهل الفريق للمرحلة النهائية وواجه 5 فرق هي هليوليدو، المعادي، هليوبوليس، الشمس، وادي دجلة، وفاز عليهم جميعا بثلاثة أشواط للا شيء. وكان النهائي أمام وادي دجلة رائعا لما يمتلكه الفريقان من لاعبين مميزين، ولكن نجح المارد الأحمر في فرض سيطرته وهيمنته على اللقاء والتتويج باللقب في اللقاء الذي أقيم على صالة رقم 3 باستاد القاهرة الدولي. ويستهدف الفريق خلال الأيام القادمة غلق صفحة الاحتفالات والاستعداد بقوة لحصد لقب بطولة الجمهورية. يعني يمكن يا كابتن نجلاء الجميل مش الفوز، الفوز طبعا حاجة جميلة جدا، ولكن ما شاء الله الاكتساح، يعني 13 مباراة لعبناهم على مشوار البطولة تقريبا كله 3-0. أكيد ده ما جاش من فراغ يا كابتن، يعني كلميني مع بداية الموسم خططت لده ازاي وصلت له ازاي؟ والله يا كابتن هيثم، هو فعلا كان تارجت ليا واللعيبه بتاعتنا ان احنا البطوله دي نكسبها باكتساح. فكان من الاول احنا بدايه الموسم بتاعي كان معايا 8 لاعبات فقط لا غير، بسبب ان تصعيد اكتر من 6 أو 7 لاعبات في الدرجه الاولى مع كابتن حمدي الصافي. طب ما دي حاجه كويسه. طبعا. وفي نفس الوقت كان في 4 لاعبات ضمن منتخب الشابات في بطوله العام اللي كانت مقامه في المكسيك. في المكسيك بالظبط كده. فلحد ما رجعوا كان المفروض الاعداد البدني بتاع الفرقه بتاعتنا انتهى خلاص، يعني هم جوا لي قبل ما نبتدي بطوله القاهره بحوالي 2 أو 3 أسابيع بالظبط. خبر ابيض. تمام. فكان لنا خطه عاملاها انا وكابتن تهاني توسن طبعا نائب رئيس الجهاز بتاعنا، وكابتن محمد جيوشي مخطط الاحمال، ازاي نربط اللعيبه اللي جايه من بطوله كاس العالم مع فرقه الاعداد البدني. الحمد لله كل واحد جاي بسرعات مختلفه بالظبط كده، ففضلنا نظبطها مع بعض لحد ما وصلنا للي احنا عاوزينه. طبعا بدأنا مباريات الدور الأول ب4 مباريات زي ما حضرتك شفتها، وربنا أكرمنا وكسبنا 3-0. جميع المباريات كل مباراة كان ليها شكل وليها معنى. بالنسبة للاعبات أنا كان معايا نخبة كبيرة جدا جدا من نجوم مستقبل. أحلى جيل بأمانة ربنا، أحلى جيل يعني ده إن شاء الله. الجيل ده من الجيل اللي تتنبأ له بالخير، إنه ده ممكن يكمل
في الدرجه الاولى في عندنا في منتخب مصر. كابتن اللي بتقول الكلام ده فعلا. عندنا حضرتك لو شفت حتى عندي كابتن مي غزال، هي كابتن الفريق طبعا، المفروض هي من احسن البلوكر اساسا الموجوده في مصر، هي اخذ احسن اتاكر عندي في البطوله دي فعلا ما شاء الله. وايات ياسين، وعندي كابتن فريد الحناوي. فريد الحناوي لعيبه مميزه جدا وضربه من اربعه، لعيبه قويه جدا، دي احسن لعيبه متكامله فريد الحناوي طبعا. وعندي مريم ثابت صانعه الالعاب، وعندي فرح العايدي احسن ليبرو. انت كابتن وائل العايدي طبعا. تمام ايوه. وسلمى يوسف كان عندنا مصابه، للاسف سلمى يوسف ما قدرتش تلعب معانا البطوله دي. الف مليون سلامه. ربنا يشفيها ويا رب يتمم عليها الشفاء على خير، وتقدر تساعدنا وتبقى معانا في الجمهوريه ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. حصل لها سبرين انكل بس كان قوي جدا، وبعد ما عملت اشعه رنين حصل انه عندها قطع في الوتر. معلش يا كابتن انا اسف، دي ماتش وادي دجله صح؟ ده الماتش النهائي. ده كان النهائي، كان صعب. النهائي كان ماتش قوي جدا. قوي. ماتش قوي. فاكره الثلاث اشواط خلصوا ازاي؟ الشوط الاولاني كسبنا 25-20. الشوط الثاني كان في نديه شديده طبعا جدا من بدايه الاول، بس احنا على طول المشوار في حاجه فينا كانت ملحوظه قوي. زي اي مباراه كنت ببدا العبها لازم يطلعوا عليا 5-6 بوينت الفريق الاخر. ده ايه شد الاعصاب؟ هقول لحضرتك حاجه، احنا في التمرين احنا تعودنا على حاجه معينه قوي، ان احنا بنقسم فرقتين، بنقسم فرقتين كده وبنلعب مع بعض تقسيمات. فلما الاقي الفريق بتاعنا مثلا الفريق ده كاسب 15 والفريق ده 10، انا اقلب النتيجه، الفرقه دي تبقى هي الكسبه 15 والفرقه دي اللي كسبه 10. فتعودنا على الضغط على طول. بالظبط كده. طب ما ممكن الفرقه بقى اللي هي بتكسب ما تكسبش. كان بتحصل. بس انا الفرقتين تعودوا على الضغط، تعودنا على الضغط. كسبان واخسر او خسران. فحضرتك لو شفتنا حتى من بدايه الشوط الثاني طلعوا علينا هم 6-7 بوينت. صفر. طلعوا علينا 7-1 واحنا قاعدين، كنا هادين جدا. الماتش ده الجيم ده خلص 26-24. 26-24. والجيم الثالث نفس الموضوع، اخذ نديه هم يسحبوا علينا فرق 6-7 بوينت، احنا نحصلهم ونعديهم ب4-5 بوينت. نفس السكور برضه؟ بنفس السكور 26-24؟ الشوط الثاني 28-26، الشوط الثالث 26-24. 29-4 29 كام؟ 28-26 ده الشوط الثاني. الشوط الثاني 28-26. والشوط الثالث 26-24. يا خبر ابيض، ده كان في نديه رهيبه. الشوطين كانوا جديدين. الفرقه كويسه. عنده جيل كويس. عنده جيل كويس من الناشئات من 16 سنة، هو بيحصل على بطولة القاهرة والجمهورية. ففريق كويس. فريق 18 مصعد لعيبة ملك البحيري، ملك البحيري لعيبة 16 سنة مش 18 سنة، فهو مصعدها ولعبة مميزة جدا في الضرب الساحق، لعبة كويسة وكانت من ضمن اللاعبات اللي كانت في بطولة العالم اللي في المكسيك. خلينا نرجع للإصابة اللي حلت ب لا يعني باللعيبه اللي عند حضرتك. انا عندي اكتر من اصابه. لا السبين انكل الشديد. السبين انكل ده كان سلمى يوسف، دي من احسن لاعبات البلوك سنتر بلوك عندي، لعيبه قويه جدا. اتصابت كانت في اثناء التمرين مع الدرجه الاولى وحصل لها سبرين انكل، فتشخص ان هو سبرين انكل تمزق اربطه. وبعد كده البنت جت حاولت تنزل معايا قبل التمرين قبل المباراه بيومين، حبت تتمرن معايا، نزلت لعبتها شويه، فانا حطيتها في دماغي ان انا تبقى موجوده معايا في الديسكور في اي لحظه تبقى متواجده، وده اللي حصل فعلا. نزلتهاش بدايه الشوط الثالث، انا سبتها الشوط الاول والثاني. طبعا انا بدلت ايات ياسين من بوزيشن 2، ايات ياسين لعيبه بتمتاز من ان هي تلعب في مركز 2 ومركز 3. تمام. هي من اول اصابه سلمى فانا قلت لها ايات انت مركز 3، فقالت لي كابتن انا مع حضرتك كده، وفعلا البنت كانت قد المسؤوليه في مركز 3. فلعبت بيها الشوطين الاول والثاني وكنا الحمد لله كويسين جدا. الشوط الثالث انا كنت عايزه اعمل حاجه ثانيه خالص، كنت عايزه اكسب باكتساح فعلا الشوط الثالث، بس لو كانت مشيت معايا. هي ما مشيتش عشان سلمى كانت مصابه، يعني سلمى نزلتها في اول بوينت او 2 بوينت كده، فانا حسيت تجمعها على اربعه، مركز اربعه ومركز اثنين صعب، البنت مش قادره، في الم، فعلى طول عملت التغيير، ما قعدتش في الملعب اكتر من دقيقتين. حسيتي بيها؟ بالظبط حسيت بيها، وانا ما اقدرش يعني اخسر لعيبه عشان خاطر البطوله نهائي خالص. طبعاً. فطلعتها ونزلت ايات والحمد لله ربنا اكرمنا وفزنا. يعني بتتحسن ان شاء الله ولا؟ بتتحسن ان شاء الله الرحمن. هي دلوقتي بتعمل علاج طبيعي وشغاله وبتنزل البدني مع كابتن حمدي الصافي، فهي الحمد لله ان شاء الله الرحمن في العلاج يعني ماشي كويس ان شاء الله. طب برضو انا بحضر تمرينك يا كابتن، انا من وقت للتاني كده بيبقى لي الشرف ان انا احضر التمرين حضرتك. لا انا اللي بيبقى لي الشرف ان حضرتك تبقى معانا. دي حاجه بجد جميله جدا.
بس انا بحس انت بتهتمي بالناحيه البدنيه قوي، يعني انا شفت حتى التمارين الناحيه البدنيه، والجميل ان اللاعبات بيقدوهم باستمتاع، يعني دايما الناحيه البدنيه بتبقى تقيله على قلب اللاعب. خلينا نتكلم بامانه، واحنا من ايام ما كنا بنلعب واحنا عارفين الكلام ده صحيح، بس انا شفت ان في روح حلوه حتى في في الدريلات البدنيه. طبعا. لا في حاله من الـ من الـ من التركيز ومن ان هم متقبلين ده. تمام. بص يا كابتن عيسى، انا بالنسبه لي كل مدرب بيبقى ليه طريقه لعب معينه او طريقه سيستم معين يمشي بيه. انا من ضمن اللي كنت بشجع جدا جدا الدفاع بتاعي يبقى قوي. طبعًا. انا بالنسبه لي بحب يبقى دفاعي قوي جدا، فتلاقي اكتر تمريناتي بتبقى دفاع يا بلوك يا ديفنسات، وطبعا الديفنسات بتبقى صعبه جدا بقى. زي ما حضرتك شفت العشره الطيبه والهراك وبتاع اللي بعود البنت تتعود على اقصى تعب في مرحله التمرين. فانا من ضمن يعني اللي بس بشجع. بس الجميل بقى ان هم بيتقبلوا ده منك. لا لا، هم بيبقوا مبسوطين جدا الحمد لله رب العالمين. مبسوطين برغم ان التدريبات دي بتبقى دمها تقيل. لا لا الحمد لله. اللعيب ما بيحبش يدافع. دي حقيقه. دي حقيقه يعني بيحبوا يهاجموا جدا. بالزبط. هم بالنسبه دلوقتي لعيبه الفولي اهم حاجه بالنسبه لهم ان هو الضرب، اطلع اضرب الكره في التلت انا كده خلاص انا الفنت. ده بالنسبه لهم. مع ان لعيب الكوره اقول لهم يا جماعه لعيب الكره الطايره قبل ما يكون قوي لازم يكون عنده مخ يفكر امتى اضرب، امتى احط بليز، امتى اعمل ايزي توب، كذا حاجه. بس فاحنا بالنسبه لي انا اهم حاجه كان عندي ان الدفاع بتاعي قوي، وده اللي بيخليني اخلص المباريات بدري بدري. وده جيل حضرتك انت قلت انه مميز، يعني مميز جدا. يعني انت لما تقولي كده على جيل زي ده وانت مرنت كتير وشفتي اجيال كتير، لا يبقى الجيل ده فيه حاجه. فيه حاجه تانية يا كابتن عيسام، اللاعبات اللي متواجده بتشجعك ان انت تلعبهم في اي بوزيشن. يعني انت عندك لعيبه، كل لعيبه بتقدر تلعبها في المركز اللي انت عاوزه. ممتاز. فانا فبالنسبه لجميع الماتشات ما كنتش بخلي مدرب يقدر يعمل سكاوتنج عليا. لسبب واحد ان انا يعني لعيبه زي نور ايهاب، لعيبه نور ايهاب لعيبه قويه جدا بتمتاز بالضرب الساحق ودفنسها عالي. مركز كام هي؟ هي في مركز اثنين اساسي، مركز اثنين. تمام. وبلعبها اربعات عشان هي ضريبه عاليه وبتضرب من فوق البلوك. تمام. انا اكتشفت ان نور ايهاب السنه اللي فاتت في بطوله الجمهوريه، في نهائي بطوله الجمهوريه طول السنه كنت بلعب بيها في مركز اثنين، فجاه قالت هي ممكن في ماتش الصيد الاخير لعبتها في مركز اربعه، فكانت ضربه للفريق الثاني ان هو مش عارف ازاي تلعب اربعه، مفيش سكاوتنج، فكانت بالنسبه لنا نقله تماما. فالسنه دي نفس الموضوع باديه معاها اثنين واربعه. في ناس كتير قوي بتتكلمني ليه نور ايهام ما تبقاش من الاساسي، من السته الاساسي من 2003 مش 2004. انا بالنسبه لي عندي فريده الحناوي لعبت مركز اربعه، عندي سندس لعبت مركز اربعه، عندي مريم ياسر لعبت مركز اثنين، ايات ياسين بتلعب اثنين وثلاثه. فكل واحده بتلعب مركز واثنين، وده بيبقى صعب بصعب المهم على المدير الفني. فانا بخلي نور ايهاب بالذات بره، يمكن ما بلعبهاش من اول الماتش لما تشوف الدنيا راحت فين، بشوف بقى فعلا المركز اثنين هل بتاعت بوزيشن اثنين ماشيه كويس قوي هتكمل ولا بتاعت اربعه. فدي بالنسبه لي كانت اللعيبه جوكر. طب خلينا نطلع لفاصل بعد اذن حضرتك عشان نضم طبعا احد اللاعبات المميزات في الفريق، كنا نفسنا طبعا كل فريق يبقى موجود. بس طبعا اتمنى وان شاء الله لا الجاي قادم والبطولات الاكثر ان شاء الله هنضم لنا طبعا فرحه العيدي، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، انضم لنا في الاستوديو احد نجمات الفريق واللي حصلت على احسن ليبرو في بطوله القاهره، فرح العيدي. اهلا بيك يا فرح. اهلا بحضرتك. الف مليون مبروك. ميرسي. ربنا البطوله واللقب. ميرسي ربنا. قولي لي بقى عن البطوله والدنيا كانت ماشيه ازاي؟ كنت متوقعه كده؟ متوقعه المكسب؟ متوقعه انك تاخدي احسن ليبرو في البطوله؟ كلمينا عن هو احنا كده كده يعني المكسب ده مفيش اوبشن تاني اصلا، يعني احنا لازم نكسب البطوله. طبعا ما كانش في دماغنا قوي حوار اللي هو احسن لاعب واحسن ليبرو، كان يعني لازم ناخد البطوله الاول، يعني ما ينفعش اخد احسن ليبرو وما اخدش البطوله. صحيح. فكان لازم الاول هدفنا البطوله، وبعدين بقى الجوائز الفرديه دي ترجع للسكاوتنج وترجع للمحللين اللي بره. يعني نفهم من كلامك ان الهدف الجماعي هو الاول، هو الاسمى بيتهيألي يعني. بالظبط، لانه هو ده الهدف اللي احنا كلنا بنسعى وراه، انما الارقام الفرديه جت بقى في النص. بالظبط، دي بقى بتبقى اجتهادات شخصيه، بتبقى توفيق من عند ربنا، لكن اهم حاجه ان الفرقه شالت الكاس يعني. برافو عليكي. طيب يمكن اتكلمنا مع كابتن نجلاء في البدايه، انت ما كنتيش معانا في الاستوديو، هي قالت ان انتوا تعهدتوا منذ البدايه ان احنا ما نخسرش شوط. دي حقيقه. دي حقيقه. كان لازم، حتى كان في اشواط في ماتش دجله بالذات خلصانه يعني بالعافيه، يعني الشوطين 28 26 29
و 26 24 الشوط الثاني والثالث. فبصراحه ما كانش الاشواط دي ينفع تضيع يعني، كان كنا ماسكين فيها بايدينا واسناننا. طب قولي لي انت لعبت بطوله العالم اللي فاتت مع المنتخب في المكسيك ولا لا؟ انا رحت بلجيكا وهولندا بلجيكا مع الشابات، منتخب الشابات تحت 20 تحت 20 ده كان قبل البطوله دي بشهر بالظبط. بس افهم من كده انها كانت متصاعده صح ولا لا؟ ولا لا ده السن بتاعي. ورحت البطوله دي، انما الفريق الثاني راح المكسيك. ده الفريق الاصغر مننا، الاصغر منكم راح المكسيك. طيب قولي لي، يعني يمكن يعني انت بتكسب بطوله القاهره، بتروح على الجمهوريه بتبقى يعني اشد شراسه، بينضم لينا فرق اسكندريه تبقى برضو فرق سبورتنج، فرق محترمه جدا، الفرق نفسها بتطور من نفسها. شايفه بطوله الجمهوريه هتبقى برضو ان شاء الله بنفس التميز والتفوق، ولا ممكن نلاقي منافسه ونخسر بعض الاشواط؟ لا طبعا، هي بطوله الجمهوريه منافسه اعلى بكتير. يعني يمكن بطوله القاهره الست ماتشات ما كانش كلهم بنفس، يعني مش بنفس القوه، كل ما بنكسب كل ما الماتشات بتبتدي مستوى يعلى. لكن انا شايفه، انا اتفرجت على اسكندريه والبطوله بتاع اسكندريه كانت بطوله كويسه. يعني كان منطقه يعني اسكندريه، منطقه اسكندريه مين كان فيها مميز؟ انا شايفه ان هم كلهم تقريبا مستواهم قريب من بعض، يعني سموحه سبورتنج يعني هم كله بيكسب بالعافيه، كله يعني ما بيسيبوش المكسب بسهوله. يعني زي مين مثلا؟ احنا نعرف سبورتنج دايما سبورتنج وسموحه واصحاب جياد دلفي. دلفي فرقه طالعه يعني، اسمع طبعا نادي دلفي عامل شغل كويس بالذات في الكره الطائره. بالظبط. فانا شايفه ان احنا ان شاء الله في الست ماتشات اللي هم في اخر مجموعه هيبقوا صعبين، مش صعبين بس هيبقى الفولي بتاعهم احلى، يعني هيبقى في لعب رايح جاي اكتر. هنبتدي نحس بقى فعلا ان احنا بطوله جامده، يعني لما ان شاء الله نكسبها هيبقى مجهودها حلو يعني ان شاء الله تكسبوها. طب قولي لي يعني كابتن وائل العيدي بقى بابا بيديك نصايح ايه؟ بس ما قولي النصايح اللي بجد مش اللي بيتقال على الهواء. يعني هريني. قولي لي اهم نصيحه بيقولها لك. هو كابتن نجم كبير طبعا. لا هو على طول، هو طبعا يعني انا بالنسبه لي هو اصلا يعني انا الوحيد اللي ببص له بالذات في كره الطايره، لان هو يعني بالنسبه لي مثلا اعلى. ايوه بنت حبيب باباها. مش عشان طايره بس، بنت حبيب باباها. لا دي حقيقه وفرحه يعني مرتبطه جدا بوائل، دي حقيقه في كل حاجه. طب قولي لي بقى اكتر حاجه بيقولها لك وانت دايما يعني فاكراها. هو بصراحه هو مش في البطوله دي، وفي بطوله العالم انا فاكره بعد اول ماتش، هو كنا بنلعب ايطاليا. يا ساتر. يعني هو اللي خد البطوله، فاحنا اصلا كنا داخلين يعني ربنا. بس عملنا ماتش كويس. عملنا ماتش كويس يعني بالنسبه ان هو اول ماتش وماتش جامد جدا، فدي كانت حاجه كويسه. فانا طالع عادي، احنا خسرنا طبعا، بس انا يعني احنا طالعين ايطاليا يعني، ده مسكني يعني بهدلني يقول لي انتوا بتلعبوا في منتخب مصر، انتوا المفروض تشيلوا مسؤوليه اكتر من كده. انا يعني انا ما كنتش شايفه، كنت شايفه ان احنا مستوانا طبيعي جدا. هو لا، هو مش شايفه، مش كفايه ليه ولازم مصر ولازم تلعبوا جامد. يعني درجه هو كان غيور وهو بيلعب كمان. كان غيور جدا بصراحه. شدني اليوم ده قوي، مع اني كنت ليه كده يا كابتن؟ ليه كده يا كابتن؟ ليه بس ليه بس غير كده؟ لا بصراحه هو في ظهري جامد يعني. مش طبعًا بصراحه كفولي وكنصايح وكل حاجه يعني، هو اللي معلمني الدايف، هو اللي معلمني الفرنسيه، هو معلمني كل حاجه. ربنا يخلي ليكي ويخليك ليه يا رب ان شاء الله. طب قولي يا كابتن نجلاء، يمكن وفريده موجوده معانا في الاستوديو، انت عندك بطوله الجمهوريه برضه واكيد منافسات، وزي ما هي تابعت البطوله اكيد حضرتك تابعتيها. تمام. شايفه المنافسه ازاي؟ الاستعدادات ليها هيكون ازاي؟ ايه اللي انت محتاجاه عشان تخشي على بطوله الجمهوريه تعملي نفس الانجاز بتاع القاهره؟ والله احنا استعداداتنا احنا ان شاء الرحمن بعد نهايه منطقه القاهره اديناهم اسبوع اجازه، وبكره ان شاء الرحمن اول بدايه التمرين بتاعنا. طب الجمهوريه امتى؟ بدايه الجمهوريه الماتشات التمهيديه بتبتدي اواخر 12 ده على طول يعني. التمهيدي احنا التمهيدي عشان نخش نبدا ندخل في العميق قوي في المباريات القويه، قدامنا اكتر من شهر وشهر ونص يعني. بس برضه ورا بعض يعني. بس احنا بالنسبه لنا منطقه اسكندريه فيها اكتر من فريق، زي ما قالت فرح اللي اخذ بطوله منطقه اسكندريه نادي سبورتنج، نادي قوي جدا في ال 18 سنه، كسب سموحه وفاز على جميع الفرق بتاع اسكندريه. بالنسبه لنا هتواجهنا اكتر من ماتش ولا اثنين ولا ثلاثه، احنا هنبقى قدامنا اكتر من سبع ثمان فرق منافسه بالنسبه لنا كتير. عندنا سبورتنج، عندنا سموحه، عندنا الجياد، وعندنا دجله. فعندنا ماتشات هتبقى قويه. ماتشات من اول الدور اللي قبل النهائي لحد الادوار النهائيه دي هتبقى ماتشات قويه جدا جدا يعني. ربي يوفقك. والحمد لله فرقتنا رجاله زي ما بيقولوا كده في الملعب، بس هم عندهم حاجه كده دايما انا ابداها في الميتنج، لازم اقولها لهم. هم عندهم ايه؟ هم بيلعبوا الفرقه اللي قصادهم على قد مستوى الفرقه. اقول لهم مالناش دعوه بدي، احنا بنلعب على مستوانا احنا. وده يمكن بيفسر التقدم اللي بيحصل في الاول. بالظبط كده. فهم بالنسبه لهم لا، بيخشوا هم متاكدين وواثقين 100% ان هم هيكسبوا اندر سكور ومفيش اي مشكله.
فاهمني؟ ويخش بقى يا كابتن واحده من الناس زي سندس احمد تقول لك ده في الجيب. ماتش في الجيب. ماتش في الجيب. في الجيب. مش في الجيب يعني. لا ده في الجيب. في الجيب. اه بص كده الاقي الكل بيضحك مي فرح فريده كابتن في الجيب. شخطه فيه وفي الدنيا تتظبط. لا بس حضرتك شديده. بس. شديده. لا والله انا معاهم كويس بمجرد ان انا ما بحبش هم يتهزوا صورتهم بس. يعني احنا اتعودنا واحنا صغيرين واحنا بنلعب ايا كان الفريق اللي احنا بنلعبه ما يفرقش معانا احنا بنلعب ما كنا احنا ان شاء الله خلص 25 واحد ان شاء الله خلص بس كويس ان حضرتك عارفه ده وحاطه ايدك عليه تمام. ودايما بتتك عليه واكيد هيتغير لا هم جدعين بامانه هم جدعين ورجاله في الملعب أكيد يعني أكيد. في وقت الشده بتلاقيهم فعلا موجودين. يعني النقط ال 24 ولا 26 اللي كانت في الماتش بتاع دجله الشوط الثاني والشوط الثالث في لحظه من اللحظات والله فعلا عمري ما حسيت ان انا هخسر شوط على قد ثقتي فيهم في الملعب كنت واثقه ان هم هم مديني الثقه وبيموتوا على كل كوره يعني ممكن يحصل غلطات من غير مقصوده انما مش نتيجه استقبال سيء طلع لا 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 خالص 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 وكل السته كانوا على قلب راجل واحد زي ما بيقولوا كده في الملعب ما شاء الله فانا كنت واثقه ان احنا هنكسب ان شاء الله الرحمن و3-0 انت شوقتيني احضر الماتشات والله العظيم احضرها ان شاء الله طب قولي يا فرح الكاس ده كلمينا عنه وقولي لي يعني طبعا انت فزتي باحسن ليبرو صح كلميني عنه خدتيه بناء عليه وطبعا معلش الميداليه برده وري للكاميرا برده الميداليه ارفعيها كده شويه اي بس كده حلوه قوي لا خليكي شايلها شويه عشان نشوف برده الايه ايوه الكاميرا هتجيبها بالظبط كده دي الميداليه طبعا بالكاس يعني كلميني ليه اللجنه المنظمه كده تمام يا فرح ليه اللجنه المنظمه شافت انت برضو لازم تبقى عارف انا خدت الكاس ده ليه عشان انا ازود من اللي عندي احسن كمان لو عندي حاجه مش متحققه ليه اللجنه المنظمه شافت ان انت تستحقي احسن ليبرو في البطوله والله اللي انا عرفته يعني ان هو كان في سكاوتنج على الماتشات وان هم كانوا بياخدوا بالنسب الاعلى في الفرق يعني على مستوى الفرق كلها يعني كاستقبال طبعا كاستقبال وكاستفنس كاليبرو يعني كواجبات اللي بالظبط فطبعا انا شايفه ان انا عندي احسن بكتير وان انا برضو ما اديتش 100% في الماتشات يعني أنا يعني بالعكس يعني حاسه ان انا يعني في كور لا انا لازم اجيبها يعني بس الحمد لله يعني ان هم ان انا يعني ربنا وفقني ومفروض ان انا ارقامي طلعت يعني المفروض اعلى واحده يعني اكيد ان شاء الله طب قولي لي انت بتمرني مع الدرجه الاولى كنت في فتره الاعداد معاهم طب ونفسك تلعبي معاهم ان شاء الله ان شاء الله خاصه انت لسه صغير عليه يعني 17 18 سنه لسه ان شاء الله يعني لسه قدامك سنتين ثلاثه اكيد ان شاء الله هتبقي في حته ثانيه طب قولي لي يعني مين اكتر المنافسين كانوا ليكي في الكاس ده يعني اكيد في وادي دجله مثلا كان ليبرو كويس اكيد معاكي في الفرقه برضو في ليبرو كويس يعني مين اللي كان بينافسك وكان ماشي معاكي بينافسك على الكاس الفردي ده هو مبدئيا طبعا الواحد يعني في منافسه جوه الفرقه عشان اخش الملعب اصلا مين معاكي كمان معايا ثلاث ليبروات كمان ربا حسن ومريم بدراوي ولؤى محمد ما شاء الله هي اللي بقى في منافسه دي جوه الفرقه بالظبط فيعني دي كانت اول منافسه والحمد لله يعني اللي كان احسن هو اللي كان بيلعب وبعدين بقى المنافسه بين الفرق الثانيه بس يعني المنافسه كانت اعلى ما بين طبعا الاربع فرق اللي في النهايه اللي في النهايات وادي دجله وادي دجله والشمس ومش عارفه مين تاني بصراحه مش عارفه كان الفرقه الرابعه برده كان في منافسه يعني بالزبط. في منافسه داخليه ونفس بس اكتر بين انا احنا وادي دجله يعني يعني لان برده الليبرو كانت هناك فريده سعده كانت كويسه كويسه بس فدي كانت برضو يعني منافسه بيني وبينها يعني بس الحمد لله يعني احنا بنبارك لك عليه مع البطوله بتبقى ليها احساس تاني ويمكن كابتن نجلاء برضو يعني انا اجي لحضرتك في حته ان انت ما شاء الله عندك مجموعه خدوا كؤوس يعني يعني برضو نستعرضهم مع الساده المشاهدين يعني مش بس فريده اللي حصلت على كاس احسن ليبرو عندنا كؤوس فرديه اخرى والله انا لو كان بايديا ادي الست اللاعبات الموجودين في الملعب ست كؤوس دي سيدي حقيقه يا والله سيدي يا بختكم يا بختكم عندي كابتن مي غزال كابتن فريد زي ما حضرتك اخذ احسن اتاكر احسن ضاربه وبعديها فريده الحناوي اخذت احسن لاعبه متكامله وبعديها فرح العيدي اخذت احسن ليبرو وعندي ايات ياسين اخذت احسن بلوكر ياسين اخذت احسن بلوكر عندك اربع كؤوس اربع كؤوس اربع كؤوس من اصل سته مش هما بيقولوا سته سته ما شاء الله ده يدل انا بقول لحياتك لو انا بايديا ادي السته فعلا يعني احسن بصيره انا بالنسبه لي احسن بصيره طبعا مريم ثابت واخذتها لاعبه ناشئه جميله برضو لاعبه هنا تامر لاعبه وادي دجله لاعبه مميزه
بس طبعا لو قارنتني بين دي وبين دي الاثنين بناتي بنشهد العروسه مريم ثابت بالنسبه لي احسن بصيره في السن ده طبعا في المرحله بتاعتها. انا عاجبني الروح اللي بينك وبين اللاعبات بصراحه، يعني انا يعني حاسس بيها في الاستوديو وانا حسيت بيها في الملعب لما اتفرجت كذا مره على تمرين حضرتك. والله ده مش من فراغ، البنات نفسهم لزاز عايزين يبقوا حاجه مش متدلعين، بيتدلعوا في اوقات بس بيبقوا رجاله في اوقات، ففي علاقه طيبه بيني وبينهم يعني الحمد لله رب العالمين، قدرت ادخل قلوبهم وهم يدخلوا قلبي فيعني الحمد لله رب العالمين. ده بالظبط كده. طب قولي يا كابتن قبل ما اخلص بس، كابتن يعني رؤوف وانا بكلمه معلش لازم نقول القصه دي انا لازم اعرفها، قال لي اسال كابتن نجلاء عن الحصه والموزه، ايه بقى موضوع الحصه والموزه؟ شكرا يا كابتن رؤوف. والله هو بص انا من كتر كنا في معسكر في تركيا. تركيا تمام، مع المنتخب ولا النادي؟ مع النادي الاهلي، مع منتخب مصر. منتخب مصر كابتن رؤوف كان ساعتها ماسكها. فاحنا في الوقت ده كان معسكرين في اوتيل، فانا من النوع اللي ما بعرفش انام في فتره الظهر. نهائي يعني طبعًا. انزل اتمرن تمرين الصبح وارجع وافضل صاحي لغايه بالليل وافضل صاحي ما اعرفش ليه، لعيبات كده ولاعيبين وبقيه اللعيبات طبعا كابتن منى عبد الكريم و يسرى لا يسرى كانت صغيره عننا شويه، منى عبد الكريم، تهاني طسن، نسرين لطفي، الناس الكبيره دي، شيماء عادل، دينا جوده، المجموعه دي كلها فبيناموا، فمنى عبد الكريم بالذات، فمنى عبد الكريم اوضتها قصاد اوضتي وكابتن رؤوف في اخر الكريدور. فمنى عبد الكريم مره صحيت الظهر كده مش عارفه تنام، ففتحت الباب وبتزعق لي يا نجله مش عارفين ننام انا عاوزه انام وبتاع، قلت لها منى طب ما تنامي. انا كان في الاوضه اللي جنبنا بنتين صغيرين، واحده اسمها حصه وواحده اسمها موزه سعوديين. كنت بتلعبي معاهم؟ فكنت بيجوا لي العب بقى معاهم في الكريدور بالكوره، فالبنات ما كانتش بتعرف لا هنام ولا اخلي غيري ينام ولا حد ينام. فمنى عبد الكريم فجرت الموضوع وفضلت تزعق وتعمل عايزين ننام. فالمهم نزلنا التمرين على الفتره الثانيه، فكابتن منى عبد الكريم اشتكتني لكابتن رؤوف. كابتن رؤوف في التمرين، فكابتن رؤوف فضل يقول لي حصه وموزه انت لو طلعتي بره الاوضه بتاعتك مش هيحصل. فهو ده موضوع حصه وموزه اللي كابتن. ذكريات جميله الحقيقه يا كابتن، وحاجه جميله وذكريات وتاريخ كبير. انا بشكرك يا كابتن شكرا جزيلا، دي فقرتنا انتهت بس احنا ان شاء الله مكملين مع الناس. بشكرك شكرا جزيلا. بشكرك يا كابتن نيفسن، شكرا ربنا يخليك. كابتن فريده بشكرك شكرا جزيلا، والف مليون مبروك يا كابتن فرح على فوزك بطبعا الكاس والميداليه، ونورتينا وشرفتينا يا كابتن. ميرسي ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين مكملين معاكم، ونطلع لفاصل عشان نستقبل طبعا فريده عمرو ومي محمود لاعبات الفريق ونتكلم معاهم عن انجازاتهم الفتره القادمه. الى الفاصل. النادي الاهلي دايما مصنع النجوم، وزي ما قلت لحضراتكم يمكن 18 سنه ناشئات الكره الطائره في النادي الاهلي توجنا ببطوله المنطقه، وهي احد البطولات الموسم، يمكن بعد كده بطوله الجمهوريه. بينضم ليا في الاستوديو نجمات الفريق، بينضم ليا فريده الحناوي اللي حصلت على كاس احسن لاعب متكامل في البطوله. اهلا بيك يا فريده. اهلا بحضرتك، منورانا في قناه النادي الاهلي. منورك. مبروك على البطوله، مبروك على الكاس. الله يبارك في حضرتك. والله هنا منورانا، كانت بطوله مهمه جدا. طبعا اكيد اكيد. انضم ليا في الاستوديو طبعا نجمه الفريق مي غزال، وخدت احسن ضاربه بالبطوله. اهلا بيك يا مي. الله يحفظك. منورانا في قناه النادي الاهلي. منورك والله. طب فريده يمكن اجي لك، البطوله كانت صعبه يمكن بالذات مباراه وادي دجله، يمكن مباراه شهدت شوطين كانوا كلوز جدا، وناس يعني متخيله البطوله سهله، مش سهله، لان كنا ممكن بعد الشهر يعني نخسر شوطين مع وادي دجله ونلاقي البطوله خلصت. كلمينا على البطوله بدايتها، هل انتوا تعهدتوا فعلا ان انتوا ما تخسروش شوط اثناء البطوله؟ كلمينا عنها. ايوه احنا من الاول خالص، من اول البطوله كابتن نجلاء بصراحه عامله معانا مجهود جامد قوي، وكانت دايما بتقعد بقى في الماتشات كمان عامه اي جيم يا بس يقرب، لو مثلا بقينا الفرقه اللي قدامنا جابت النقطه ال 20 تيجي مثلا الجيم اللي وراه تيجي تقول لنا لو الفرقه جابت اكتر من 10 نقط خصم 500 جنيه مثلا، فاللي هي بتخسر المرتب كله بسبب جيم بس. فطبعا هي بتقعد تحمس النقطه 20 بس، مش بس تخسروا الشوط لا يقربوا. بالظبط. فهي بتحاول تحمسنا اللي هو ايه، وفي نفس الوقت تضغط علينا ان احنا نطلع احسن ما عندنا، عشان زي ما هي قالت احنا دايما بنلعب على قد الماتش بس. بس لحد بقى ما وصلنا الحمد لله لماتش الفاينل. طبعا ماتش وادي دجله قدامنا كذا واحده كانوا بيلعبوا في المنتخب فعلا، فطبعا بالظبط. فهو ماتش اصلا احنا داخلينه الاستاد حتى كان مليان، كل الناس كل شويه حد يجي يقابلني يقول لي احنا انا جاي بقى يوم الفاينل عشان اتفرج عليكم عشان ده ماتش مهم. فطبعا ان احنا بقى نكسبهم كمان 3-0 ده طبعا كان
لان كان الناس حتى الاسر كره الطايره ما كانش متوقعين ده، لان شايفين فريق وادي دجله فريق كويس يعني، متوقعين ان الماتش مثلا هيطلع 3-2 هيطلع مثلا 3-1 بالعافيه للاهلي اللي هو كده. فهو عشان كده حتى الشوطين اللي كانوا قافلين قوي دول لو كنا برضو اتهوينا في اخر كام نقطه كان خلاص. كابتن نجلاء كانت بتقول يمكن اميه برضو انت كان ليكي دور كبير يعني، لما تاخدي احسن ضاربه يعني احسن ضاربه دي تبقى هي سكورر للفريق، هي اللي بتضرب وهي اللي بتحط. فيعني اكيد كان ليكي دور يعني. كلميني برضو عن البطوله، اصعب المباريات، انتوا في البدايه الاعداد كنتوا متفقين على ايه؟ يعني كلميني عن البطوله بشكل عام زي ما فريده كلمتنا بشكل عام. هي طبعا كل مباراه بنخشها بتبقى مهمه، لان احنا زي ما كابتن نوجه قالت بنلعب على حسب مستوى الفرقه اللي قدامنا. فكل ماتش بنخشه نلعب بمستوانا بقى. بس احنا كنا عاملين حسابنا فرقه وادي دجله فرقه كويسه، وهم بقى عشان لعبوا معانا قدامنا في المنتخب وكده، فكل شويه يقولوا احنا هنكسبكم ونقول لكم. بس يعني كسبناهم المره دي 3-0. حتى السنه اللي قبل اللي فاتت دي كنا كسبينهم 3-1، خدوا منا اول شوط. بس احنا كنا يعني عازمين المره دي ان احنا نكسبهم 3-0 بالظبط. عشان طب قولي لي يعني، يمكن انت كنت متوقعه تاخدي احسن ضارب، يمكن ده كاس احسن ضارب طبعا بيبقى دايما احسن ضارب دي تبقى صعبه شويه. وكمان انا بلعب سنتر بلوك يعني. كمان انا لسه كانت كابتن طبعا نجلاء بتقول ان هي غيرت لك شويه في مركزك. سنتر بلوك يعني راجل بلوكر، انما يبقى ضارب دي الجديده شويه. هو انا كنت في كاس عام قبل كده لعبت طرف، لعبت مركز 2، كنت برضو احسن ضارب بس على مستوى المنتخب بتاعنا. فان انا اخد احسن ضارب وانا ثلاثات، فدي برضو حاجه. كانت بطوله كاس العالم اللي فين؟ اللي كانت فين؟ كان هنا في مصر. كانت في مصر. كنت ساعتها كنت عامله سكورات عاليه. فلعبت مركز 2 على الطرف، فطبعا ده يعني اكتشفوكي فيها او يعني في المنتخب بالصدفه لعبتي. فكابتن نجلاء مسكت فيها وقالت لك بس هلعبها ضارب. بس انا كنت حائط صد بقى، فخدتها احسن ضارب وانا سنتر بلوك. مش طب ده ساعدك يعني، انت لما تبقى بلوكر انت عارف بتطلع على المهاجمين بتعرف توقفها، فده بيديك اكيد خبره. احط للمدافعين فين؟ ما انت كنت مدافع بتطلع بلوكر. فلما بتطلع على البلوكات قدامك اكيد بتبقى عارف تحط الكره فين. خاصه انت ما شاء الله يعني طويله كشف الدنيا يعني. صحيح الكلام ده ولا انا غلطان؟ ايوه صح. شفت بقى انا بتاع طايره ازاي؟ الموضوع بسيط جدا. طب قولي يا فريده، يمكن انت كاسك في شويه شيء مختلف يعني. مي خدت احسن ضارب، انت خدتي احسن لاعب متكامل سواء استقبال دفاع ضرب. هو المركز 4 عشان انا بلعب 4، فهو مركز 4 شبه بيلم كل حاجه في الملعب يعني، بيبقى بيستقبل بيتلعب عليه بياخد ديفنس وبيطلع بلوك وبيضرب وبيلعب ارسال كل حاجه. فهو بقى ايه يعني، هم بيشوفوا الافضل في اللي عمل كل الخمس ولا ست مهارات صح. هو اللي ياخد الجايزه. فهي دايما بتبقى ايه على اللعيب، لكن اللعيب اللي هو اربعات عشان هو بيعمل يعني دايما اللي بيبقى احسن لاعب متكامل. ودي لقطات من ماتش وادي دجله اللي كان في 7-3 تقريبا في استاد القاهره. كان الماتش في الشوط الثاني والثالث كان كلوز جيم جدا. بس خليني اقول انه دايما احسن لاعب متكامل ده زي ما انت بتقولي، افهم من كلامك انه بيروح على مركز 4 لان يعني بيبقى الضرب عليه او السيرفات عليه عشان يطلعوه بره الجيم. بيبقى عليه حمل كبير، فهو بيشوف ان هو ده اكتر واحد، يشوف بقى مين انسب واحده في السته مثلا الموجودين. طب مين اللي كان بينافسك؟ هل كانت منافسه داخليه زي ما اتكلمنا يعني قبل كده مع احسن ليبرو طبعا اللي كان يعني خدناها عندنا في الفريق؟ هل نفس القصه كان في عندك منافسه في الفريق ومنافسه خارج الفريق ولا؟ كان عندي طبعا، انا معايا برضو في الفريق، احنا في اربعات بنبقى 2 في الملعب. فانا كنت بلعب انا وسندس ومعانا نور، كانت طبعا بتنزل بتنزل في وقت مثلا الجيم قريب بتجيب برضو الجيم. فكان معانا برضو نور ورنا وجيداء، كل دول الناس كانوا معايا في وبقى فكانت من افضل الناس في وادي دجله كانت ملك بحيري برضو اللي هي المنتخب دي برضو. كانت معايا اصلا في المنتخب وسافرت معانا برضو في بلجيكا كاس العالم. فبرضو هي لعيبه كويسه، فكانت برضو دي من المنافسه دي بقى. دي اللي كانت خارجيه دي برضو كانت بتلعب قدامنا وبرضو كان ادائها كويس، فاللي هو كانت هي دي بقى المنافسه الخارجيه يعني. هايل. وكمان انت الحمد لله يعني قدرت تاخديها اكيد. المستوى كان كويس ودي حاجه نبارك لك عليها. برضو نفس الكلام يا مي، مين اللي كان بينافسك؟ هل المنافسه كان جوه الفريق بره الفريق؟ يعني كلميني عن منافسه افضل ضريبه طبعا ما بين الفرق كلها. هو مبدئيا انا ما كنتش متوقعه جايزه احسن ضارب قوي يعني، كنت عايزه احسن حائط صد بس خدت احسن ضارب. الدم بيحل بقى لمركزك الاول. بصراحه بس لا، كل اللي لعبوا في مركزي الماتش بتاع دجله كلنا كنا كويسين نفس المركز ده، فهي كانت منافسه قويه جدا جدا جدا. فانا اتبسطت قوي المره دي بالذات عشان حاسه ان انا تعبت قوي بقى لي فتره بقى بتمرن وجامعه وبتاع،
صحيح. طب قولي لي برضو، بس انت بتقولي كان نفسك تاخديها في احسن ضارب، بس خلينا نتكلم يعني بمنطقيه كده او بعقلانيه شويه. لا، لما اخد كاس في حاجه انا اول مره العبها، لا يبقى انا عاليه قوي. صح يعني بتهيألي تديك الثقة اكتر. يعني واخده بالك ازاي؟ بس قبلي بقى اللي جاي، يعني اللي جاي بقى ممكن كابتن حمدي الصبيح يعني بقى يبتدي يستعين بيكي ضروري، يعني قبلي بقى اللي جاي. بس انت من النوع اللي هيخلي اي مدرب يتمنى يبقى وجودك معاه. بالظبط. انت بتلعبي سنتر بلوك وضارب، فالدنيا جميله. طب ليه تتمرني مع الدرجه الاولى؟ بقى لي 4 سنين مع كابتن حمدي. احنا كنا برضو زهقنا كذا مباراه، وكان انت كنت معاهم في السكور في اكتر من مباراه. طب بتلعبي في الدرجه الاولى ايه؟ مركز ايه؟ حائط صد برضه. حائط صد. ما لعبتيش ضارب؟ لا. ما لعبتيش ضارب خالص. ما انا بقول لك قبل اللي جاي بقى. هنا بقى مركزي وهنا خلاص. قبل اللي جاي بقى ان كابتن حمدي الصافي بقى اكيد شاف البطوله واكيد هيستعين بيكي كضارب. لان الضارب بيبقى عمله صعبه، خلي بالك برضه. الضارب بيبقى عنده، لانه بيتحكم في ريست ايده، ودايما هو اللي بيبقى زي ما تقولي نجم الشباك، هو الهداف. بالظبط. يعني بالذات بيبقى مركز 4 او الاطراف يمكن اكتر شويه بيبقى هم النجوم في الحته دي. طب خلينا نتكلم عن بدايه الاعداد، يعني انتوا كاعداد طبعا كان اغلبكم على المنتخب. وبعد كده رجعتوا ما تمرنتوش كتير مع الفرقه، ويمكن كابتن نجلاء دي كانت اكتر مشكله عندها، ان في مجموعه مع الدرجه الاولى وفي الاعداد. عملتوا ايه؟ احنا كنا في كاس العالم في بلجيكا في الاول، وقعدنا فتره. ده ساعتها احنا الاول كنا مخلصين الجمهوريه بتاعه الموسم اللي فات، فاول لما خلصنا قعدنا يوم ولا يومين اجازه ودخلنا. وبعدين كان في الكاس تبع مع الفيرست، فده اول لما خلص قعدنا يوم او يومين اجازه، وبعدين لقولنا ان عندنا منتخب. نعم. فبعدين سافرنا بقى بلجيكا، قعدنا الاول معسكر وبعدين سافرنا بلجيكا. فبعدين اول ما رجعنا رحنا على طول برضو على الفيرست، كان هما بقى خلاص اخدوا الاجازه بتاعتهم بتاعت الموسم، فاحنا ابتدينا. وكان في شبه فرقه ال 18 كلها كانت ساعتها بتتاهل مع الفيرست برضو في الاول. نعم. كان شغل بس بدني بس، يعني ما بس بيزهق الشغل البدني ده. يعني هي فتره صعبه. بيزهق. ما انا قلت لكابتن نجلاء انت يعني في البدني بتهتم بيه جدا، بس الغريبه ان انا شفتكم في التمرين، انا بحضر تمرينكم ساعات. شفتكم حابين البدني، ولا ده حابينه غصب عنكم؟ احنا بنبقى عايزين نشتغل فتنس، علشان احنا عارفين ان الفتنس هو اللي هيقومنا على رجلنا في الفولي. يعني صح. من غير فتنس مثلا مش عارفه انط، يعني صحيح. انا هقعد مش هشتغل، مش هجري، مش هشتغل حاجات للنفس، فمش هعرف العب. فاحنا بنبقى عارفين اللي هو الفتنس اهم حاجه، فاحنا كده كده هنعمله، وكده كده لازم هو بيفيدنا. بس انا حاسس ان مي ما بتحبش الفتنس شويه. ما بحبش الجري. بحبش الجري بصراحه. ابعدونا عن الجري يا جماعه وانا معاكم. ايوه. يعني جيم ماشي، يعني حواجز شغال، بس جري لا. طيب ومين تاني غيرك ما بيحبش الجري؟ خلي بالك يعني انا مثلا فريده ما بتحبش الجري. ما بتحبش الجري؟ كلنا ما بنحبش الجري. ثلاث ارباع لعيبه مصر لما كنت 90% من كل اللعبات ما بيحبوش الجري. طبعا ما بيحبوش الجري. يعني بص وديني اي بس الجري مهم عشان النفس. عشان تعرفي كمان لما تيجي نقطه تبقى تروح وتيجي. يعني احنا لما مثلا قبل الماتشات بنقعد حبه مثلا بنقلل حمل الفتنس، فايه فبتبتدي بقى نفسك يهدى تاني واحده واحده. فاحنا بقى مثلا كنا في ماتش دجله، ده كان في الجيم الاولاني. في نقطه فضلت تروح وتيجي تروح وتيجي كتير، اول ما خلصنا النقطه لقيت نفسي مش قادره تاخدي نفسي. خلاص خلاص. اخدنا يعني كنا لازم ناخد تايم اوت نريح شويه وبعدين. بس خليني اقول لكم حاجه برضو، الرالي في البنات النقطة الواحدة بتقعد وقت أطول. حتى مش على مستوى مصر بس، على مستوى العالم كله. عشان البنات بتاخد وتدي يعني. طب بالظبط يعني. الولاد بيضربوا ضرب جامد وفي اتجاه واحد تك رفع خلص نقطة، إنما في البنات بتلاقي الكرة رايحة جاية، فأنتوا محتاجين نفس. فبقول لك يا مي إن عندك مشكلة لازم تحبي الجري. والله بجري غصب عني، يعني ما بحبوش بس بجري برضه. طب قولي لي يعني جري تجروا قد إيه؟ يعني برضه كلمني. نجري قد إيه؟ مبدئيا كده لفتين تسخين، بعد ما بنسخن بقى كابتن رانيا تراك، لفتين تراك تسخين. بعد كده بقى 10 لفات سبرنت ولا 10 دقائق جري 15، بعد كده بقى 5 تانيين على 2 في الاخر. الله. فانت 20 لفه مثلا. الله. يعني ده يعني مثلا ممكن تلم لكم مثلا 20 لفه في التمرين. طب ما قلتوليش ليه كابتن نجلاء موجوده هتديكم الدنيا دلوقتي شويه؟ انتوا جايين تقولوا الكلام ده دلوقتي بعد ما كابتن نجلاء يعني كابتن نجا عارفه. هنقول لها؟ طيب هنقول لها طبعا، هنقول لها. بس طبعا هو الجري بحد ذاته احنا بنهزر طبعا، دي حاجه مهمه جدا يعني. طب قولي لي بالنسبه للتقويات برضو، خلي بالكم دي حاجه مهمه. طب بتروحوا كم مره جيم في الاسبوع؟ لان طبعا عشان الاصابات الركب والاناكل الحاجات دي مهمه جدا. يعني احنا بيبقى عندنا مثلا في الاسبوع 3 ايام اساسي مثلا جيم، سبت 2 4. قبل تمرين بالليل ولا ممكن تبقى قبل التمرين؟ اي ميعاد بس يعني هو دايما بيبقى قبل التمرين. لازم. ومثلا الحد والخميس بقى، مثلا الحد مثلا ممكن يبقى تراك والخميس يبقى حواجز. حواجز مثلا او كور طبيه يعني. الحد والخميس هما اللي بيبقى حاجه ثانيه. مفيش قفز بالزنه معاكم ولا حاجه؟ انا مش عارف. يا جماعه التمرين ده
يعني ما شاء الله. لا انتوا يعني تمرين مكثف بشكل كبير جدا. الناس اللي فاكره ان انتوا بتتمرنوا تمرين او اتنين، لا، عشان توصلوا المستوى ده بيبقى موضوع عذاب اليم. طب خلينا نتكلم عن الـ 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 مش الناحيه البدنيه، الناحيه الفنيه. يعني انا دلوقتي راجل اتمرنت وعملت يعني فتنس كويس، والناحيه الفنيه بقى بتاخدوا كام ساعه تمرين؟ احنا مثلا في الفتره اللي كانت قبل الماتشات دي احنا كنا نتمرن مع الفرس، يعني في مجموعه مننا بتتمرن مع الفرس. قالوا لي ست لعبات تقريبا. فلازم كنا بنحضر التمرين بتاع كابتن حمدي كده كده، فبنحضر الفتنس كمان بتاع كابتن حمدي. يعني الجيم مثلا التمرين بيبقى من 5:30، نخلص الجيم نخش على تمرين الفولي يخلص الساعه 8 بتاع الدرجه الاولى. وبعدين بقى في تمرين كابتن نجلاء لازم بقى نبداها من 8 بقى. تخش على الفولي؟ ما تخشيش فتنس بقى؟ لا ما بخشش بقى فتنس. بخش بقى من 8 يعني ل 10. احنا كده بالتقريب كده خدنا خمس ساعات بدون راحه. بس ده سنكم، خلي بالكم، ده السن اللي انتوا بتعملوا فيه مستواكم، بتعملوا فيه المستوى ده. يعني ما فيش مشكله اطلع من تمرين ده لتمرين ده. بالظبط، هو ده اللي بيعلي المستوى اصلا. طب خلينا نتكلم مع الدراسه بقى، فين الدراسه من القصه دي؟ انا عشان اول سنه دخلت علوم قسم بايوتكنولوجي، كلية صعبة قوي. طب ليه تعملي نفسك كده؟ بحبها. لا يبقى بحبها، لازم تخشي وتتفوقي فيها. طب عملت ايه برضو؟ الموضوع صعب ولا اونلاين ولا دلوقتي السنة دي ما فيش اونلاين كله راح؟ بنزل من 8 الصبح الجامعة، بخلصها بطلع على التمرين على طول. خبر ابيض. خلصت الساعة كام؟ خلص 5 الجامعة وبعد كده تطلع التمرين. ده انت كده يعني يا دوبك انا خايف تنامي مني كمان في الاستوديو. كنت اجازة امبارح. يعني كل يوم كده؟ كل يوم الريتم ده؟ اتعودت بقى من وانا صغيرة. برافو عليكي. بس انا احب الكفاح يعني. برافو عليكي. طب انت بالنسبة لك؟ يعني انا هي مية عشان علوم، فعلوم اصعب بكتير. انا كمبيوتر ساينس عين شمس. اصعب بكتير برضه. هي صعبة، هي صعبة. لا اصعب من مي كمان. يعني لو فاكره انها سهله لا هي اصعب. بس انا بقى مثلا كنت باخد ايه، بحاول اعمل الموضوع كله اللي هي مثلا عندي 3 محاضرات مثلا. جميل. ومثلا عندي النهارده 2 سكشن، يبقى دول بحاول اجمعهم كلهم يبقوا يوم الثلاث مثلا يوم الاجازه. فبقعد في يوم الاجازه ده في الجامعه من 8 ل 8 بالليل. يعني حتى يوم الراحه اللي من التمرين انت مش راحه؟ لا ما انت مجمع كل بجمعه بقى كله عشان عشان انا ممكن احضره عادي، واحضر بقى من 8 ل 10 من 10 ل 12 اريح في النص شويه وابدا تاني بقى. دي انت في اولى جامعه لسه زي ما لا انا ثانيه انا سبعه فانت عندك خبره شويه. انا في فانا كنت في اولى متبهدله شويه، ثانيه بقى ابتديت ايه اجمعهم مثلا 3 و4 وانزل السبت حاجه الصبح كده. يعني مثلا بدات تهندلي الدنيا شويه. بالظبط، عرفت اظبط الدنيا عشان الدنيا تعدي. بس برضو مجهود. طبعا يعني برضو مجهود. بس انا ذاكر بقى لازم اذاكر من يعني مثلا بعد ما برجع من التمرين، ممكن يا اما مثلا لو رجعت على الساعه 11 مثلا ولا حاجه، انام مثلا من 11 ل 3 واصحى اذاكر من 3 ل 6 الصبح او من 7 الصبح وانام. صعب. حياه الرياضيين مش سهله والله. نتعب. طبعا انا ليه بقول الكلام ده؟ عشان الناس تتفرج علينا او الشباب او الناشئات يتفرجوا ان الموضوع مش مستحيل، بيحصل ان انت تتفوق. ما شاء الله انتم متفوقين دراسيا وفي نفس الوقت في لعبكم متفوقات، يعني الموضوع ما يعطلش ابدا سواء الرياضه او على المستوى الدراسي ما يعطلكش ابدا. طيب قولي لي يعني ان شاء الله اللي جاي انتم جاهزين له؟ يعني مستعدين اللي جاي سواء مع فرقكم او الدرجه الاولى؟ طبعا احنا بعد ما خلصنا القاهره المفروض الفرقه اللي هي فرقه 18 اخذت اجازه كذا يوم، واحنا كنا نازلين مع الفرست، وبعدين ايه دلوقتي رجعنا. رجعوا تاني 18. رجعنا بقى تاني، المفروض بكره اول تمرين ان شاء الله. والدوري دوري الدوري في الفرست شغال دلوقتي لسه بادئ، وال 18 بقى لسه شويه يعني عبال بقى من الدور التمهيدي ده. الدور التمهيدي ده بتبقى ماتشات يعني. لا ده كابتن نجلاء قالت انتوا جايين على الجد على طول، بس ربنا يوفقكم يعني تبذلوا مجهود. مي وطبعا وفريده بشكركم. فريده بشكرك شكرا جزيلا. نورتيني وشرفتيني وانا سعيد الحقيقه بالانجازات دي، وان شاء الله نقابلكم بعد بطوله الجمهوريه وانتوا برده واخدين اول. يا رب يا رب ان شاء الله. مي بشكرك شكرا جزيلا، نورتيني وشرفتيني، مبروك على الكاس، مبروك على الكاس الفردي، نورتيني وشرفتيني. اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا مع نجمات وبطلات 18 سنه للكره الطائره بعد حصولهم على بطوله المنطقه، بطوله القاهره طبعا. ان شاء الله ليهم مزيد من التوفيق، ونتمنى لهم طبعا ان هم يستمروا على هذا الانجاز سواء مع 18 او الفريق الاول. بشكركم شكرا جزيلا، ولقاء اخر مع برنامج الابطال.